الاعلامي متتبعي قناه شو تيفي، صباحكم سعيد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذا البث المباشر احنا في الطريق ديالنا حاليا لمدينه العروي. هذه المدينه بطبيعه الحال اللي كتبعد على مدينه الناظور 27 كيلومتر او 30 كيلومتر. غادي نمشيو لواحد الاسواق اللي تابعه ليها بطبيعه الحال. غنمشيو لجماعه اخرى، جماعه بني وكيل. هاد الجماعة اللي كتوفر على واحد السوق ديال الأكباش. غادي نحاولوا نسولوا الناس ديال السبب ديال هاد الرخاء ديال هاد العيد هذا، وغادي نشوفوا واش كاين رخاء بصح اليوم ولا لا. مجموعة من المدن، مجموعة من الأسواق اللي الناس عجبهم الحال. بطبيعة الحال غادي ياخذوا الحولي بواحد الثمن اللي هو بطبيعة الحال في المتناول. وكنتمناو انه جميع المغاربه هذا العام يدوزوا واحد العيد اللي في المستوى ان شاء الله. عليكم السلام، سي عبد الرزاق. صباح اليوم الحد كتكون الطريق شويه خاويه بسبب العديد من الشركات اللي ما تخدموش، كتكون عندهم عطله. وهكذا صبحت الاجواء، هكذا صبحت الاجواء في مدينه الناظور ممطره، كانت زخات مطريه مع الصباح، لكن الان اجواء غائمه بطبيعه الحال كما كتشوفوا. سبحان الله الشتا نزلت بواحد التراب، يعني بحال اللي كتصب الشتا في هذا التراب. اتجاه اخي محمد دائما مدينة العروي بطبيعة الحال لأحد الأسواق الأسبوعية. عليكم السلام أفقر. اخويا محمد، مدينة العروي هي تابعة لعملة اقليم الناظور، وبطبيعة الحال بعيدة بواحد 27 كيلومتر. حنا على المشارف ديالها، حنا على المشارف ديالها ان شاء الله. وما غاديش نبقاو في العروي، خد 7 كيلومتر العروي، غادي ندوزو واحد 3 كيلومتر ولا 4 كيلومتر حتى الجماعة بن وكيل ولاد محمد. محمد سليلم حتى في مليليا صبات الشتاء الضرام، عرفتي ولا صبات واحد الشتاء شنقول لك فيها الضرام بزاف المرات كتصب هذاك. يعني السياره اللي شفتو من قدام راه تبارك الله عامره بالضرام. سبحان الله السماء كتكون فيها الضرام بزاف مع العجاجه، كتنزل الشتاء كتهبط مع هذاك الضرام كله. دابا اي واحد غادي يفيق مع الصباح غادي يلقى السياره ديالو كامله تراب، ويسحب له بالله راه واش كيمشي بلاصه ولا شي حاجه. لكن مساله عاديه راه فقط غير يعني غير الشتا اللي نزلات بهاد التراب هذا، وهذه كتوقع
هذه كتوقع بطبيعة الحال في جميع المدن ديال المملكة المغربية، مسألة عادية جدا. إذا 6 كيلومتر على مدينة العروي، بزاف الناس اللي ما تعرفوش هذه المدينة، هذه المدينة هي اللي فيها المطار ديال الناظور الدولي بطبيعة الحال، وهذا المطار غيستقبل العديد من الرحلات الأوروبية في هذا المطار، هذا حتى هو مبرمج بالشركة العربية والشركة العرب، وتحقق أرقام قياسية كل سنة بفضل أنه الإخوان ديال الجالية اللي كتجي من أوروبا. فهاد السنة ما عارفينش، هاد السنة ما عارفينش واش غادي يحقق واحد الرقم قياسي ولا لا. كنتمناو انه يكونوا رحلات كثيفة في هذه الفترة هذه، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حسن إسبادا، ربما انت ما كتعرفش العروي مزيان، ما كتعرفش الناظور مزيان، هاد الطريق المؤدي الى سوق العروي كنتي مع الصباح ما كتلقاش كتلقى سياره مور سياره، كتلقى واحد الازدحام، واحد الرواج كبير في هاد الطريق، لكن للاسف انت كتشوف دابا حاليا كلي السياره اللي كتضوب لك ولا شي حاجه. مدينة العروي معروفة بواحد السوق اللي تعتبر من بين أكبر الأسواق اللي كاينين في الشمال، في بطبيعة الحال في الشمال الشرقي، في جهة الشرق. وما تنساش أن هذه الطريق هي الرابطة بين جميع مدن المملكة المغربية والناظور، هذه الطريق الرئيسية اللي كتربط بين مدينة الناظور ومختلف مدن المملكة المغربية. فاش كتشوف اليوم الحد، وكاين السوق ديال العروي او السوق ديال بن وكيل اولاد محمد والطريق خاويه بهذا الشيء هذا، فعرف بانه الناس ما تسوقاتش بزاف، او الناس مازال ما تسوقاتش، او الناس ما عندهاش باش تسوق. والسي حسن الا كنتي ولد الناظور طبيعه الحال مرحبا، لكن واش طريق العروي في اليوم الحد كتعرفها هكذا نتايا؟ انا راه كنتبعوا السواقه السي حسن، وعارفين الطريق اللي كتكون عامرة، عارفين اللي كتطرق هاد الطريق، هذه الرابطة بين الناظور والعروي. غير الطاكسيات ما كيوقفوش، شوف انا راني غادي ب 60 باش راني غادي ب 60 كيلومتر في الساعة، واش دوبلاتني شي سيارة من غير واحد ثلاثة ولا أربعة؟ حركة قليلة خويا، حركة ما كايناش بطبيعة الحال. الناس ما كتسوقش، كتخاف من السوق إلى غير ذلك. مجموعة من العوامل السي حسن. وعليكم السلام سي عبد الله، الله يحفظك بارك الله فيك اخويا، سعد الصباح ان شاء الله. اذا كما قلت لك الناس ما بقاش كذا ديال السوق، السوق ديال سلوان البارح، تسوقنا سلوان، واش سوق سلوان بالله عليك هو هذاك اللي كان البارح؟ ما يمكنش اخويا، ما يمكنش. جوطية ما عمراتش، يعني عمر غير واحد الجزء فقط، يعني مجموعة من الاشياء اللي اللي كاينه. والله حتى كما كتشوف يعني هذه رابع سياره اللي دوبلاتني تقريبا من سلوان، حتى لهنايا، باش تعرف انه الحركه بطبيعه الحال ما بقاتش كما كانت، بحال نهار الاول. وهذا الشيء السي حسن هذا الشيء يتفق عليه بطبيعه الحال، يتفق عليه الجميع وليس غير انا. شوف غير مركب ولاد ميمون الاسواق ديال الناظور واش هكذا كانوا بطبيعه الحال خويا. تحيه لسمير بعيد، الله يحفظك خويا.
وفي سي حسن شوف الاسواق ديال مدينه الناظور مثلا، واش كي كتعرفهم انت الاسواق ديال مدينه الناظور، واش كيما كتشوفهم دابا ولا قبل؟ وغادي تجاوب راسك اخويا وغادي تعرف مجموعه من الامور. اكيد السي عبد الله كان خاوي سلوان، واليوم غادي نشوفو شحال داير الحوله الاخوت بقاو معنا. غنمشيو لواحد السوق اللي تعتبر من اكبر الاسواق نورمالمون، كاين السوق في العروي هنايا، من بعد ما تحول السوق من هنايا داروا بلاصتو الثانويه وداروا بلاصتو بعض الاشياء طبعا الحال اللي مهمه بحال الثانويه بحال مجموعه الاشياء. حاليا غادي نتجهوا لجماعه بني وكيل اولاد محد. اكيد السي كريم، اكيد الاوضاع بطبيعة الحال الاوضاع في مدينة الناظور مختلفة تماما عن الناظور ما قبل كورونا او حتى العروي. وبالله عليك السي حسن، واش العروي كتعرفوا انت؟ احنا دخلنا العروي دابا، احنا في السونترفيل، احنا دخلنا السونترفيل، واش العروي كتعرفوا انت هكذا في الايام ديالو في اليوم ديال الحد وخاص سوق بن وكيل؟ واش كتعرف العروي انت هكذا بهاد بهاد الاشياء؟ ها هو كما قلت لكم الاخوان، ديك الشتا اللي صباتها ما شوف السيارات، الا كتشوفها نقرب عند هاد السياره هادي، شفتوا البارابليس كي نزلت عليها الشتا؟ مرحبا السي مصطفى برنوسي، مرحبا. مراد مراد، انا بني وكيل ولاد محمد ديال العروي بطبيعه الحال. ها العروي الاخوان، هذا هو العروي اللي كان فيه واحد الرواج اللي في اليوم ديال الحد ما تلقاش بلاصتك في هذه الوقيته هذه، ما تلقاش بلاصتك نهائيا. دابا تقريبا العشرة ونص دابا، وهالوضعيه كي دايره في العروي. كانه يوم عادي. هذا الطريق ديال السوق الاخوان على اليسار من هنايا، هنا كان السوق. وانت كتشوف السي عبد الله، هذا هو العروي، مجموعه من الناس اللي كنقولوا لهم انه الحركه تبدلات، الحركة تبدلات والحركة عيات والفلوس ما كاينينش، ما تيخوناش، يقول لك لا مسألة عادية. حتى السوق بن وكيل فاش كنا كنمشيو له كنا كنلقاو الحركة في الطريق، كنلقاو سيركيلاسيون، كنلقاو الناس داخلين، كنلقاو الناس من الناظور جايين كدا. دابا هانتوما كتشوف انا كنمشي غير 40 50 في الطريق هنايا، وهانتوما كتشوف كلشي. سمير البوعيادي تبعنا الحولي مخريبكا رخيص بطبيعه الحال. اخويا سمير، بحكم هاد التجربه الصغيره اللي خديتها هاد اسابيع في الاسواق ومشينا شفنا والاخر، غادي تلقى الحولي ما دايش 150 فرانك، وغادي تشوف اليوم بعين كلشي. الحولي هاد العام بالمجان، هاد العام الحولي بالمجان اخويا، رخيص بزاف 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 بزاف. تحيه للسي احمد، كنتمنى بطبيعة الحال الفرج من الله سبحانه وتعالى. هادشي اللي كنتمناو السي كريم الصباوي، واخا خويا مصطفى، السوق ما بقاش في العروي، السوق راه ولا في بني وكيل ولاد محند اخويا مصطفى، غير باش تعرفوا صافي. ما بقناش بزاف، مبقناش بزاف السي مصطفى، انا ما نوصلو لسوق بني وكيل ولاد محمد. هذه جماعة أخرى وليست جماعة العروي، جماعة منفصلة عن جماعة العروي، طبعا الحال لها نفوذها الترابي مختلف تماما. شرينا الغلاء أخي مقراش من الكوري، أخويا عبد الله بطبيعة الحال بزاف الناس اللي شراو من الكوري خلاو له بنفس الثمن تاع العام اللي فات، وهذا خطا، هذا خطا.
غلوا عليهم في الكوريا اخويا، غلوا عليهم مسألة 300 250، عرفت 300 تجيب جوج حوالة تبارك الله اليوم قدهم قداش. غادي تشوف دابا غادي ينزلوا وغادي تشوف بعينك اخويا. حولي بطبيعة الحال هذا العام عام استثنائي، عام ما دخلناش الجالية، عام الريستورات ما تدبحوش، المطاعم الفنادق ما عندهمش واحد الإقبال كبير على اللحم. فبالله عليكم كيفاش هذا الحولي اللي غيدير 3000 درهم؟ راه 1000 درهم اليوم الحولي غادي يوصل في العروي في بنوكين 1000 درهم، 1200 درهم، 1300 درهم. السي مصطفى اليوم غادي نسول الحولي غادي يقول لك 1200 درهم، وانا عندي احساس انه الحولي اليوم يدير 1200 درهم 1100 درهم وغادي تشوف. لانه البارح الناس ما فهماتش، ساكن دوك السابة ودوك السبابة ما فهموا حتى شي حاجة. خويا السيمو حنا غادي للسوق ديال بنوكين ولاد محد، بعدنا عن الناظور دابا تقريبا مشي 35 كيلومتر حتى 30 كيلومتر. هاد السوق في اقليم الناظور محد. وصلنا لهذا الملتقى الطرق، هذا الرومبوان الطريق اللي على اليسار كدير المطار الناظور الدولي. طبعا الحال بعيده واحد جوج كيلومتر من هنايا كتلقى المطار، المطار الجديد راه على الابواب قريب ان شاء الله. حنا غادي نستمروا دائما هنايا في هذا الاتجاه هذا، هاد العروي كاين الشرطه ما كاينش الدرك الملكي، لكن ان فوا ندوزو القنطره واحد القنطره غادي ندوزو فغادي يكون الدرك الملكي. الحولي 100 اورو هذا العام، 100 اورو. السوق كان في العروي ما بقاش في العروي اخويا كادمو، ما بقاش في العروي. مرحبا سي عبد الله، حنا دابا هاد الحال حنا دائما معكم والاماكن كامله اللي كتبغيو تشوفوها بطبيعة الحال غادي نوصلوا لها. غادي نشوفوا فين غادي نباركيو السي عبد الله وندخلوا ان شاء الله للسوق، نحاولوا نهضروا شويه مع السبابة، نهضروا شويه مع الكسابة ونشوفوا الاوضاع كي راهي غادية. احنا دخلنا دابا على جماعة بنوكيل ولاد محد، دابا ما بقيناش في جماعة العروي، احنا دخلنا لجماعة بنوكيل ولاد محد. انتم كيما كتشوفوا الشارع الوسط اللي كان تيعمر بزاف، القضيه كي دايره هنايا. اكيد مجموعه من العوامل السكاني، متفق معك متفق معك. اذا اخوتي بطبيعه الحال بعد قليل غادي نتلاقاو معكم، نتلقاو معكم في واحد البث مباشر، نتلقاو معكم في واحد البث مباشر ان شاء الله من لاونج فوندير الدرك الملكي ديال سلوان والعروي، تيلتحقوا هنايا بطبيعه الحال من اجل تامين هذا المنطقه هذه. غادي نحاول نجيب الدوره من الاخوان باش ندخلوا المنطقه نتاع الاكباش، ندخلوا المنطقه نتاع الاكباش. هاد الطريق اخويا محمد كتأدي للدريواش تيستوطين طنجة الحسيمة الى غير ذلك، ولا درنا على اليسار عاوتاني كذلك كتأدي لتازا فاس مكناس وكتخرج لوتوروت مباشرة.
احنا في المملكة المغربية، المملكة المغربية مدينة الناظور او اقليم مدينة الناظور، جماعة بن وكيل ولاد محمد. إذن غادي ندوزو مباشرة، ندوزو مباشرة لسوق الأكباش. وهذه الحركة طبعا الحال شنو بالكم نتوما، مازال ما وصلناش النقطة اللي بغيت نوري لكم. طبعا الحال الناس كتشري الحولي، هذا هو سوق بن وكيل ولاد محمد. الاخوان اذا كانت الصوره الجوده ديالها مزيانه حاولوا تكتبوا لنا باش نعرفوا. هنا راه كاين ما كاينش التغطيه مزيانه، في ما كاينش التغطيه مزيانه هنايا في هذه الجماعه هذه. شحال الشريف؟ شحال؟ 110. انا نوريكم الحولي، قلت لكم قبيله الاخوان، قلت لكم انا غادي نلقاوه 110، كتكتبوني. مسموح نصوروا ياك؟ ها هو الحولي الاخوان، 110، 110 الاورو، 1100 درهم، 1100 درهم. باش ما تقولوش راني عطيتكم واحد الثمن بلا ما نعرف السوق، واخا بلا ما نعرف السوق وما جيتش هذا الصباح هنا نهائيا وقلت لكم انا الحولي هذا النهار يدير 110 الاورو، 120 130 150 دي شي حاجه اللي هي الطوب. الحولي دي 3000 درهم، دي 3000 درهم هذا العام، غديوه ب 1500 درهم. هذه فرصه الناس اللي عندهم شويه ديال الفلوس، الناس اللي عندهم شويه ديال الفلوس حاولوا حاولوا انكم تعيدوا الناس اللي الجيران ديالكم اللي ما فحالهمش. ارجوكم عاونوا هاد الناس هادو اللي ما فحالهمش. راه 2000 درهم تقدر تشري جوج ديال الحواله. ارجوكم حاولوا تعاونوا مع هاد الطبقه هادي طبعه الحال. الاخوان ناقص الصوره، صبروا معنا وصافي. راكم عارفين بانه الكاليتي، راكم عارفين التغطيه في جماعه بن وكيل ولاد محمد عينا بزاف، وسبحان الله غير في هذه المنطقه نتاع السوق، غير في هذه المنطقه ديال السوق القضيه عينا بحال هكذا. ما عرفتش ما عرفتش علاش الكاليتي ناقصه. خوتي نسولوا هذا السيد شحال باش شرا هذا؟ اشتري بشحال داك الحولي؟ 130. تبارك الله. هذا العام اللي فات شحال تقدر تجيبه العام اللي فات؟ ياك هذا تجيبو 150 160. هذا العام ناقص شويه. الله يسخر لكم اسيد. الرخام موجود ياك؟ اسيد الله يحفظكم، شكرا جزيلا، مع السلامه. ايوا كيف كتشوفوا اخوتي كل شيء حداكم، كل شيء كتسمعوا فيه حولي تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك بداك الثمن. انا غادي نباركي غير انا اخوتي وغادي نقطع وغادي ندخل عند ندخل بطبيعه الحال الرحبه
ديال الرحبات ديال الماشيه، وغادي نحاولوا ان شاء الله نعطيو لكم طبيعه الحال، نعطيو لكم التفاصيل، نهضروا. انا غادي نقطع لكم طبيعه الحال، غادي نولي لكم بعد قليل، نولي لكم وما تشوش بعيد، وخليكم دائما في صفحه طبيعه الحال شوف تيفي. شكرا لكم على المتابعه، نتلاقاو معكم بعد قليل، الى اللقاء.